يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسن أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة فشجوت طورا ثم طورا باسما وعززت ثم بدت عليك المسكنة متفاخرا حينا بسنة أحمد متناسكا حينا بنفس هينة هل كنت جذعا نخل فاض حنينه فحنى النبي عليه حتى أسكن أو كنت حجرته الشريفة عندما خبتت خشوعا حين باتت مسكنة أو منبرا بالروض أو حدى الذي فها بأقدام النبي اللينة واهتز إجلالا ولو لثبت أحد ونحبه بقيت توله ديدنا هل كنت عزته وكنت شموخه لما باح له المحال. طيور السعد تجدو في الفلا طربا تهنينا تهانينا أحبتنا لكم أزكى تهانينا وأطلقت الهتاف وصوت قلبي يعتلي فرحا تخرجنا أيا صحبي وأتممنا مساعينا تخرجنا أيا صحبي وأتممنا مساعينا بصرح إمامنا خذنا عراك العلم ملحمة تخطينا الصعاب به وحققنا أمانينا.